انا الحساب بتاعي بيه 6 اسئله لان قوانين كتيره وافكار كتيره قوي. ده الفيزياء؟ مش هلحق الم كل القوانين دي كلها صراحه. الوقت كان كفي ولا مش؟ لا الوقت مكفي خالص. بتاع الفيزياء مكفي جدا. الزمر معانا برضو بيراجع الامتحانات للناس اللي انا كنت بدرسها. الامتحان يعني كان حلو بس افكاره كتير يعني قبل ما تدور على حاجه تنسى الثانيه. في اسئله يعني هي اسئله قصيره واسئله اختياريه. الاسئله اللي حتى نختار من الالف والياء الاثنين صعبين فينحلهم يا ما نحلهمش بس وربنا ييسر يعني باذن الله. ما فتحتش الكتاب والله ما عرفت احل اي حاجه. ما حلتش حاجه؟ ايه الامتحان كان ايه اخباره؟ سهل ولا صعب؟ والله صعب. ليه؟ ايه الفقرات اللي صعبه فيه؟ ما عرفتش غير سؤال واحد بس. بس؟ امتحان ايه اخبار الامتحان؟ لا الامتحان كان كويس. صراحه يعني ماده الفيزياء كله يقدر يحل فيه اللي مذاكر واللي مش مذاكر. طب ايه في هل في فقرات كانت صعبه فيه ولا حاجه؟ اكيد لازم فقرات الطلبه المتميزين سماعات البروتوكول يعني كامتحان تقييمك ليه؟ يعني ممكن اديله 8 من 10.